السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، امرأة كبيرة في السن، أيوة، ويعني رجلها اتكسرت يعني، فقاعدة يعني مش قادرة تتوضى وتصلي، ماذا تفعل؟ تتيمم. يعني مش قادرة تقوم تتوضى وتصلي، ماذا تفعل؟ عجزت عن الوضوء تيممت، عجزت عن الصلاة قائمة صلت جالسة، عجزت عن الصلاة جالسة تصلي على جنبها. في أي أيسر من هذا الدين؟ دين يسر. تمام. يعني طب لو هي مثلا قالت حوشتهم وبعد ما تخف يعني تصليهم؟ لا، ما ينفعش تحوشهم، الصلاة لا تحوش يا حبيبي. ماشي. الصلاة لا تحوش. أنا معلش يا شيخ، تحوش الصلاة ليه؟ مدخر؟ لا. ماشي تمام.